تأهيل مراكز استقبال للسيدات والسادة النواب المحترمين على الفريق الاشتراكي. تفضلوا السيدة النائبة المحترمة. سيد الوزير، نسألك عن الإجراءات والتدابير المتخذة لتأهيل وتوسيع مراكز الاستقبال في ظل سنتين من الإقفال بعد جائحة كورونا، وشكرا. شكرا، كلمة لكم سيد الوزير، تفضلوا. شكرا سيد الرئيس. سيدة النائبة المحترمة، كنشكر على السؤال. في البداية أود تذكير أن المراكز الاستقبال هي فضاءات تدعوها الوزارة حاليا رهن الإشارة للوفود الشبابية المغربية والأجنبية المؤثرة والمنظمة أثناء تنقلها من أجل ممارسة أنشطتها المختلفة الثقافية الرياضية وغيرها. قلت حاليا لأن مباشرة فاش غنخرجوا بطاقة شباب، إلا وأن أي شاب ماشي لابد يكون عضو في واحد الجمعية غيقدر يولي يقدر يستفد من هاد المراكز. حاليا الوزارة عندها 44 مركز استقبال، مجموع ديالهم تقريبا 2144 سرير موزع على مختلف الأقاليم والجهات المملكة. كما أن عدد من هذه المؤسسات تعرف بعض الإكراهات في تدبيرها بسبب الخصائص في الموارد البشرية كيفما كتعرفوا، إضافة إلى إغلاق هذه المؤسسات وتوقفها لسنتين بسبب جائحة كورونا. لكل هذه الأسباب فإن الأولوية اليوم تتعلق بإعادة تأهيل هذه الفضاءات حتى تتمكن من تقديم الخدمات في المستوى والانتظارات الشباب. ولهذا أطلقنا برنامج تأهيل كافة مراكز الاستقبال خلال سنتي 2022 و2023. ولتفادي أن تعود هذه المؤسسات لحالة الكارثية التي هي عليها اليوم، فقد أعدنا تصورا جديدا لتدبيرها بحكمة ونجاعة، وذلك بإدراجها ضمن المصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة سيجما، ومشروع في طور دراسة مع مصالح المعنية بوزارة الاقتصاد والمالية. شكرا. شكرا سيد الوزير. سيدة النائبة المحترمة، تفضلوا. جواب ديالكم. ولكن سيد الوزير، انت كتقول هاد المراكز الاستقبال مجهزه بالاسره ومجهزه بالتجهيزات وكاين احنا اللي كنلاحظوا يعني كاين واحد العجز في الاعتمادات الماليه الكافيه لتقويه البنيه التحتيه والتجهيزيه داخل هاد المراكز. يعني نطلبوا منك سيد الوزير دير واحد زياره ما تكونش رسميه، تكون مفاجئه لهاد المراكز صراحه، باش توقف على المشاكل كتعاني منها هاد المراكز، خاصه في ظل غياب الاطر غير كاين ما كايناش هاد الاطر. هي كاينه افيكتيفمون كاينه، مي هاد الاطر ما كتشتغلش شبه منعدمه، والا كانت هاد الاطر كاينه ما كايناش اصلا التكوين ديالهم. هذه من جهه. من جهه اخرى سيد الوزير، لابد من واحد العداله مجاليه. هما فين هما القرى؟ فين هما الجبال؟ المناطق الجبليه ما عندهمش المراكز الاستقبال. حنا كنعانوا سيد الوزير، هاد المراكز الاستقبال كتفتح غير في ايامات الشتاء، شهر 11 شهر 12 ولا في الصيف في المراكز الاستضافه. خاص تكون على مد السنه كلها، خاص تكون فعاليه ونشاط داخل هاد المراكز الاستقبال. من جهه اخرى حنا في العيون، جهه العيون الساقيه الحمراء، كنعانوا من غياب في التجهيزات. الميزانيه ما كتكونش مانتونونس من بعد الاصلاحات ديال داخل هاد المراكز او ثاني الاطر. شكرا سيد النائبة. شكرا. هل من تعقيب اضافي؟ تسعود ثواني كافية. يلا، كاين تعقيب اضافي، تفضلوا سيدة النائبة المحترمة. السيد الوزير، في انتظار تجويد هذا التخييم بجهة الدار البيضاء سطات، تفاجئنا بقرار هدم مخيم سيدي رحال الذي كان متنفس للشباب والجمعيات والاطفال بهذه الجهه اللي كتعرف اكتضاد سكاني، وما كاينش مراكز ديال التخييم، ما كايناش تما في جهه الدار البيضاء سطات، وكنعرفوا هذيك المنطقه كيف دايره، وهذا المخيم كان متنفس للشباب والاطفال، فبالتالي تفاجئنا بالقرار ديال الهدم ديالو في غياب دور الوزاره التي تقاعست عن الابقاء لهذا المخيم. هل من تعقيب إضافي آخر؟ سيد الوزير، هو السؤال ديال التخييم جاي، لأن هذا سؤال على مراكز استقبال اللي ماشي هما الإشكالية ديال المخيمات اللي غنجاوب عليها من بعد، لأن كاين ثلاثة الأسئلة مبرمجة حول التخييم. غير بالنسبة لمراكز استقبال، أنا متفق معك سيدة النائبة 100%، وغيكون إن شاء الله هادشي اللي كتقولي كلشي حنا غاديين فيه. لهذا فاش اقترحنا السيجما، إلا وأن باش يوليو دي غوسيت عند هاد المراكز الاستقبال باش ما يبقاوش يعيشوا هذه الاشكاليه. هذه الاشكاليه عشناها اليوم، علاش؟ لان واحد النهار قرروا الحكومات السابقه، باش بلا ما نجبدوا الاسماء، ان تكون لا غراتويتي. اللي خرجت اليوم ان اليوم هاد المراكز الاستقبال ما بقاو كيستقبلوا حتى واحد،
الحقيقه. اذا غنجهزوهم ان شاء الله باذن الله في هذه السنه والسنه المقبله في اطار الامكانيات اللي عند الوزاره، ومن بعد مباشره من بعد غنخدموا بواحد الطريقه جديده باش ما تبقاش تعاني من دعم دائما الرباط في هذه المراكز استقبال في الجهات المملكه. اما اذا كان شي خصائص في اقليم اقاليم المملكه.